بالمهاجل الشعبية يبدأ الفلاحون يومهم الزراعي واستقبال خير لم يكن متوقع. على غير المعتاد هطلت أمطار غزيرة زادت من خصوبة الأراضي في محافظة عمران وباقي المحافظات اليمنية أسعدت المزارعين الذين تفاءلوا بهذا الموسم الزراعي. والله الموسم تمام، الموسم الحمد لله نعمة، والمطر كان هو نعمة، درينا البر ودرينا الشعير ودرينا كل شيء، حتى البطاطا هذه المطر جاء يعني فعل دعر ما سقيناها الا بعد قاع 20 هكذا، كان يومين مطر الصدق، لها الحمد لله شكرا. هطول الأمطار هذا الموسم ساعد في زراعة المحاصيل التي يجد فيها المزارعون خيرا كثيرا ويفضلون زراعتها في عموم البلاد. الوديان في ها في البني مطر في في انحاء الجمهوريه اليمنية يركزوا على الذره ان فيها فائده السبول هذا الذره للاكل وايضا القصب القصب العجور للبقر والاغنام والشرف ايضا الشرف ايضا بيستخدمون للاغنام وايضا الجذور الجذور للوقيت. لم تساعد الامطار الغزيره في نمو المحاصيل فحسب، بل قللت أيضاً من الحاجة إلى الري، مما شكل راحة كبيرة للمزارعين الذين غالباً ما يعتمدون على موارد شحيحة من المياه. تتضاعف فرحة المزارعين بثمار حقولهم مع تزايد إقبال المواطنين على شراء المنتجات الزراعية المحلية التي يفضلها اليمنيون لما تتميز به من نكهة طبيعية وفوائد فريدة تجعلها تتفوق على غيرها من المحاصيل.